سيد دكتور ابراهيم العمري استاذ العلوم السياسيه بالجامعه التونسيه، هل تهم السلطه لقيادات معارضيها للصف الاول من معارضيها بالتآمر على امن الدوله؟ تبدو مقنعه للراي العام. المتمعن في هذه الاتهامات وفي هذه السياسه المتبعه يجد نفسه مضطر للقول انها ليست مبنيه على اسس علمية وعلى قواعد وعلى أدلة وإثباتات، وإنما هي مجرد اتهام للطرف الآخر لأنه يعارضه، وبالتالي تلجأ السلطة في العادة السلطة الدكتاتورية تلجأ إلى تلفيق التهم وتلجأ إلى حجج ليست مقنعة إطلاقا، وإنما هي حجج ترتكز على مستندات شعبية عبوية، وعلى كما كان يتحدث سي علي بن عرفة قبلي ترتكز على الوشاية وترتكز على التبليغ. ولكن المسار في تونس ليس مسار هو بسيط إلى هذه الدرجة، وإنما هو مسار يعني فيه نظام سياسي من أنجزته الثورة، وهناك استقرار سياسي نسبي بطبيعة الحال نتيجة وجود مؤسسات دستورية ومؤسسات قانونية ومؤسسات اجتماعية، وجود نشاط حزبي مكثف، ووجود نشاط من العمل الجمعياتي. نجد أنفسنا جردنا من هذا كليا بمجرد زرة قلم وبانقلاب سياسي وبانقلاب على هذه المؤسسات كلها، وبالتالي ستلجأ هذا النظام السياسي سيلجأ إلى وسائل ليست لها أسس وقواعد، وإنما هي مجرد اتهامات، وتبقى دائما أنهم أبرياء، ولا يمكن أن نتحدث عن اتهامات كما قال أحدهم أن الاتهام هو القاعدة، وإنما هو العكس، إنما قرينة البراءة هي القاعدة. وبالتالي أعتقد أن الدفاع له حجج كافية سياسيا سيد ابراهيم، اي معنى لتحمي هذه الاتهامات؟ اي معنى لحياه سياسيه اذا كانت السلطه تزج بالصف الاول من معارضيها بتهم التآمر؟ اي معنى الحياه السياسيه؟ واي حديث عن الحياه السياسيه بعد 25 جويليه؟ ابدا ليس لها معنى ولا منها مضار، وانما هي من النشاط السياسي لشخص لفرد واحد ينشط بمفرده، يقنن بمفرده، يشرع بمفرده، ويفعل ما يشاء. وبالتالي الحياة السياسية أرادت الأحزاب المعارضة وأرادت النقابات على هناتها وعلى تواطؤها في مدة معينة، وأراد المجتمع المدني أن يتمسك بحقوقه التي كفلها له القانون وكفلها له القانون الدولي أيضا. وبالتالي يريد المجتمع الذي يعارض الآن وهو يمثل مساحة كبيرة ويمثل عددا كبيرا ويضم كل الأطياف السياسية تقريبا وكل الأطياف النقابية حاليا ويضم كل المؤسسات والجمعيات، يعني أراد أن يتمسك بحقوقه وأراد أن يحافظ على النكهة في العمل السياسي الذي عرفناه تاريخيا. نعم. حتى في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي أو الذي عرفناه في عهد الثورة، ولكن بعد هذه الفترة بعد 25 جويلية ليست هناك نكهة سياسية وليس هناك نشاط سياسي. لا معنى لنشاط سياسي سيد إبراهيم. سنواصل الحديث يتمسكون بحقوقهم من أجل الحفاظ على العمل والنشاط السياسي وعلى الحريات، لأنها مكفولة في الدستور ومكفولة في المواثيق الدولية. جيد جدا. كذلك بلغنا أنه تم اليوم إيقاف كذلك السيد حبيب اللوز القيادي السابق في حركة النهضة. إذن ماكينة الإيقافات لا تزال متواصلة.